الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، انطلق بحفظ الله ورعايه شوطنا 29 من مجموع اشواطنا في هذه الفتره الصباحيه لنتابع هذا الشوط الخاص بالحقائق الابكار. وهنا 3 كيلومترات هي المسافه المحدده الى خط النهايه. تمنياتنا بالتوفيق لكل الشعارات والاسماء المشاركه في هذه الانطلاقه. نبدا مع المركز الاول والصداره لنتابع مقدمة الشوط. هذه شقرة، أول الأسماء المتقدمة بشعار محمد بن صالح بن مانع المري، من يقدم لنا شقرة على مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول والصدارة. بينما النقلة إلى المركز الثاني لنتابع التواجد مشاهدينا الكرام مع ثاني المراكز. هذه عنقود القادمة بشعار علي بن حزاب الراشد الزعبي، من يقدم لنا عنقود على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز تصل مشاهدينا الكرام مع ثالث المراكز في هذه اللحظات، هذه الرياضية بشعار مبارك بن جابر الشهواني الهاجري، من يقدم الرياضية على ثالث المراكز. والمركز الرابع شاهد القدوم من تحذير بشعار بن جبران القادمة في هذه اللحظات، جابر بن سالم بن جبران، من يقدم لنا تحذير على المركز الرابع. نقل مباشر إلى خامس المراكز تصل في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. الاسم القادم في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء وصلت اعتبار، تحمل شعار سعيد بن طالب بن عقيل، تتقدم في هذا الأداء المميز والجميل. هكذا الخمس المراكز مشاهدينا الكرام المتصدرة للمشهد حتى هذه اللحظات. ولكن شاهدوا الأعداد، تابعوا الشعارات القادمة في هذه الساحة الرياضية الجميلة، ميدان التحدي، ميدان الشحانية. الجميع حضر هنا من أجل الفوز والانتصار. أهلا ومرحبا بالجميع هنا على أرضية ميدان التحدي. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول مع شعار بن مانع، من يقدم لنا شقرة على الصدارة. محمد بن صالح بن مانع المري يقدم لنا شقرة على مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني. التواجد من شعار البطل مع ثاني المراكز من خلال تقدم وانطلاقة تحذير على المركز الثاني، جابر بن سالم بن جبران، بينما في ثالث المراكز اللي تحمل الرقم 64 تصل في هذه اللحظات شقرة محمد بن عبيد بن مبارك الكتبي، يصل في هذه اللحظات ليقدم لنا شعاره من خلال تقديمه لشقرة على المركز الثالث. المركز الرابع وصول في هذه اللحظات من ديمة القادمة لعتيق بن فراد آل بريد، من يقدم لنا ديمة على المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب اليمين شاهد الاسم القادم، وصلت السيوف في هذه اللحظات بشعار محمد بن قنون العامري، يصل في هذه اللحظات. وصلت الاسماء، وصل الجميع، بدأت الإثارة. شوف الزحمة ما شاء الله، أجواء الكيلو متر الأخير، صراع كبير هنا مع الشعارات يا أبناء الخبايل. ولكن هناك الصدارة، شعار بن مانع لا زال هناك يتقدم من خلال تقدم وأداء كبير من شقرة على مقدمة الشوط. لكن شوف الاسم الواصل، وصلت عومه في هذه اللحظات، راشد بن عبد الله الزقيبه بدا يقدم لنا شعاره، بدا يقدم لنا تحديات عومه في هذه اللحظات، غيرت الى الصداره الى مقدمه الشوط. بينما في المركز الثاني شعار بن جبران مع تحذير، والمركز الثالث شوف الوصول من هيبه متعب بن عبد الله الفيدان، اول ندى لهيبه في هذا الشوط من خلال هذا التقدم الكبير. ولكن شوف الاسم الواصل، وصلت جباره القادمه بشعار عبد الهادي بن علي بن سالم الجربوعي. يا سلام يا سلام، اللحظات الأخيرة، شوف هذا الأداء الكبير والمميز. الله 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 الله، تابع الأداء الكبير من شعار الزقيبة على المقدمة وعلى الصدارة من خلال تقدم عومة على صدارة هذا الشوط. ولكن هناك شاهد التواجد من جبارة، الله يا جبارة، عبد الهادي بن سالم الجربوعي المري، غيرت في هذه اللحظات، انتزعت المركز الأول في اللحظات الأخيرة. سلام يا جبارة، سلام على هذا الحضور المميز هنا في هذا الشوط. ولكن عومة عومة تبغي حقوقها المنهوبة في اللحظات الأخيرة. يا سلام، الزقيبة مع عومة ينتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني من وصلت جبارة لعبد الهادي بن علي بن سالم الجربوع المري، المركز الثالث كان من نصيب قمرة لمحمد بن ربيع بن صالح الجابر المري، بينما المركز الرابع
المركز الرابع اللي تحمل رقم 47 واللي هي ماتوقة لحمد بن سالم بن مبخوت الحنيتم. المركز الخامس، المركز الخامس كان من نصيب عنقود لعلي بن حزاب الراشد بن قرح. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام شاهدنا هذا الشوط، ولكن في اللحظات الأخير استطاعت عومان تستعيد حقوقها المنهوبة بشعار الزقيبة وتنتزع ناموسي هذا الشوط. ما شاء الله هذه لحظة الإعادة وملخص شوطنا الماضي. ما شاء الله المنافسات والتحديات الجميلة شاهدناها في اللحظات الأخيرة من عمر هذا الشوط المنصرم، وهذه لحظة الوصول مشاهدين الكرام من عومة محقق الفوز والانتصار. توقيتها الزمني قاطع مسافة 3 كيلومتر في 4:42.31 31 جزء من الثانية هو التوقيت المسجل مع عومة. تهانينا لراشد بن عبد الله الزقيبة على فوز عومة بالمركز الأول، بينما ثاني المراكز من وصلت جبارة في فترة زمنية مقدارها 4:42.55 جزء من الثاني. تهانينا لعبد الهادي بن علي بن سالم الجربوع المري على فوز جبارة بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فكان الوصول مشاهدي الكرام من قمرة اللي وصلت في اللحظات الأخيرة في 4:44.43 جزء من الثاني. تهانينا لمحمد بن ربيع بن صالح الجابر المري.